بعد كده هنعمل راديوجرافيك ايفالويشن، انا عايز اعرف البطيخه دي حمراء ولا قرع. مش هنعمل دلوقتي لسه، احنا لسه انت تمشي على الخطوات اللي انا قلت لك عليها. اول حاجه ايه؟ بسمع من العيان. تاني حاجه ايه؟ ببص بعينيا هشوف شكل في ليجن ولا لا، في سوالينج ولا لا، هحسس بايدي كويس في حاجه موجوده ولا لا، حاجه سوالين ولا لا، صح؟ وريبورت الكلام ده اكتبه. وبعدين الراجل بيجي تقول له انا عايز بطيخ زي الراجل اللي في الصوره دي، يقعد ايه يخبط بقى كويس، يعمل حاجه مختلفه. احنا التخبيط بتاعنا هنعمل اكس راي. طيب هو انا عايز اعمل اكس راي ليه؟ ما هو انا لقيت سنه مش موجوده، صح؟ عايز اشوفها موجوده ولا لا، تحت امباكتد ولا مش امباكتد، او مش موجوده خالص. تاني حاجه عايز اشوف السوالينج ده شكله عامل ازاي في الاكس راي. ايه الاكس راي اللي موجوده عندي في عيادتي؟ بري ايبيكال. اعمله بري ايبيكال اكس راي، يبقى ستيب 1 اعمل بري ايبيكال اكس راي. في مثل كده انجليزي لطيف جدا يقول لك دونت تراي تو كيل ا موسكيتو باي نيوكليير بومب، كويس؟ ما تحاولش تقتل ناموسه بقنبله ذريه، يعني بالراحه واحده واحده. اول خطوه اعمل البري ايبيكال كويس، شفت فيها الليجن وكامل مش محتاج اعمل حاجه ثانيه، صح؟ ما شفتهاش ومش كامل، اعمل الحاجه الاقرب ليك اللي موجوده عندك بعد كده. ايه هي؟ بانوراما. بس عشان تبقى عارف ال 2 دي اكس رايز ما بتورينيش اي ديفينيت ميجرمنتس، يعني ما باخدش اي قياسات من على 2 دي اكس راي، ما باخدش اي قياسات، انا بس بعرفها اربيتري كده لان في ماجنيفيكيشن، حتى الكوركشن والماجنيفيكيشن بيطلع غلط. طيب يبقى انا عايز اشوف الليجن دايمنشن واكستنشن، عايز اشوف علاقته ايه بالسنان اللي حواليه، صح؟ وبعدين عايز اعمل بروبر بلاننج، عايز اخطط للعلاج، انا هعالج ده ازاي لو انا محتاج اعالج. يبقى انا حتى الان عملت ايه؟ عملت للمريض بتاعي هيس، خدت منه هيستوري، عملت له كلينيكال اكزامينيشن، صح؟ وعملت له اكس راي بري ايبيكال وبانوراما اللي موجودين عندي. بس احنا قلنا ان هما مش هيطلعوا احسن حاجه في الدنيا، صح؟ ليه؟ لان هما 2 دي، احنا جسمنا اصلا في 3 دي، احنا ثلاثي الابعاد. كويس؟ فعشان تشوف اي ليجن في 2 دي اكس رايز لازم هقول لك القاعده الذهبيه اللطيفه، تعمل 2 اكس رايز 2 فيوز عموديين على بعضهم. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا عندي الصوره باينه لي في 2 دايمنشنز بس، زي البري ايبيكال دي كده، دي بري ايبيكال اكس راي. لما تبص على الاكس راي دي هتلاقي في ليجن، ده شكل الليجن اهو، صح؟ بص اهي الصوره، هو ما بيرضاش يرجع لورا ابدا الليزر بوينتر ده، كويس؟ فبقى عندي ليجن هنا، الليجن ده في البري ايبيكال اكس راي انا فعليا شفت كاني شفت كورونال فيو، شايفه من قدام كده، صح؟ هل الاكستنشن الدبث بتاعه انا شايفه؟ لا، انا شفت الدايمنشن اللي بيسموه، نسميه احنا بطريقتنا اللي هو لو سمينا ده اوكلوزو وده ايبيكال، يبقى شفت الاوكلوزو ايبيكال فيو، عشان بس هو ده طبعا مش مصطلح بتاع دايركشنز، بس يعني نمشي كده كويس. في نفس الوقت شفت الميزيو ديستال فيو، لكن انا ما شفتش الدبث. عشان اشوف الدبث ودي كورونال فيو لازم اعمل اكس راي عموديه في الفيو بتاعها. فنعمل ايه؟ نعمل اوكلوزال فيو. نقوم لما نعمل الاوكلوزال فيو يوريني الانتروبوستيرير دايمنشن، كويس؟ ده كده علشان انت بامكانياتك المحدوده في المكان اللي انت فيه كويس تقدر تعمل دايجنوزز. طيب الليجن ده بعد شويه لما نيجي نعمل بايوبسي بقى، وهقول لحضرتك سحبتي ولقيت فلويد وعايزه تصوري اكس راي احلى عشان تشوفي البوردرز، جيبي راديو اوبيك ماتيريال من الصيدليه واحقنيها، يوم يبقى جوه راديو اوبيك، فتبقي شايفه الليجن راديو اوبيك في البلان اكس راي اللي عندك. يبقى لو انا بشتغل في مكان مش امكانياتي ان اعمل للعيان ده سي تي سكان كويس، اقدر اعمل له تو ديفرنت فيوز عموديين على بعض، يقوم يديني شكل الدايمنشن، واقدر احقن له راديو اوبيك ماتيريال، سهله جدا، فلويد بيتباع في الصيدليه في المستشفيات موجود عند بتوع الاشعه، واحقنيه جوه وخلاص هو هيروح بعد كده. طيب يبقى دول اللي انا هعملهم، او اعمل للعيان على طول بعد كده يعني 3 دي اكس راي، لو بالذات انا بعملها لكل العيانين روتينلي ايا كان مستوى ايه هعالجه فين، لما بيكون انكروتشنج فايتال ستراكشر او فايتال اورجن او حاجه انا داخل في المجزري ساينس بيمس الانفيريو الفال كانال او نيرف لمس الانفرا اوربيتال، لا انا عايز اشوف بقى، عايز اشوف علاقته ايه بالظبط. فبنعمل 3 دي اكس راي عشان تبين لي في كل الكاتس بتاعتي انا اقدر اشوف الليجن والاكستنشن بتاعه من كل الاتجاهات.